أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. وأخباري سأبدأها بخليل إبراهيم جيهان، حيث يتواجد مع أعضاء وكالة أعماله في منتجع أركين إسكيلي، الفندق في منطقة إسكيلي الناشئة في جمهورية شمال قبرص التركية، وذلك لحضور حفل توزيع الجوائز لمجلة حياة القمر واللايف 50 الذي سيقام بالمنتجع يوم 11 يونيو الحالي. وسوف يتم استضافة أبرز الشخصيات للترويج للفندق. كما أيضا أصدقائي، منذ بضعة أيام يعني قليلة، خليل إبراهيم جيهان وصل حسابه الخاص الانستغرام حوالي 2.5 مليون، وفي يوم واحد ارتفع عدد معجبيه بشكل كبير، وهذه الزيادة أثارت استغراب الجمهور بما في ذلك متابعيه الأتراك، والعديد قالوا أنه ليس له يعني متابعين حقيقيون لأنه حدث المستحيل. وهذه المرة زاد بسرعة قصوى ومكشوفة وأنها لعبة مزيفة وغير حقيقية، وهذا ما جعل مسؤول شركة أسيمو المسؤول عن إدارة الحسابات الإلكترونية لخليل إبراهيم جيهان أن ينزل تدوينة ليطمئن فانس خليل إبراهيم، وقال أن الشركة تفعل ما بوسعها لضمان سلامة حساب خليل إبراهيم جيهان على الانستغرام وحسابات المعجبين به، وذلك بسبب تعرض الكثير من الحسابات الداعمة لخليل إبراهيم جيهان للغلق في الفترة الأخيرة. كما يتعرض حساب خليل إبراهيم جيهان للكثير من الإشكاليات من حين لآخر، وتقوم الشركة بحلها، فيجب على المعجبين عدم القلق والشعور بالارتياح. هكذا أصدقائي صرح مسؤول شركة أسيمو في بيان. وبصراحة أصدقائي كان واضح جدا أن الحساب يعني حساب خليل إبراهيم جيهان كان فيه خلل. كما أيضا أصدقائي تم الحديث كثيرا عن أداء باريش في الحلقة الأخيرة من مسلسل شراب التوت البري في دور عمر، وقد قام الممثل بشكر محبي المسلسل والرد على رسائل التهنئة التي وصلته بشكل جماعي، ونزل الفيديو يقول فيه: مرحبا يا أصدقائي، كما تعلمون كان يعني نهاية الموسم في الليلة الماضية، وقد تلقيت الكثير من التهاني بما أنني لم أتمكن من الرد على الجميع فردا فردا. أتقدم بالشكر العام للجميع، لقد دعمتموني وكنتم معنا في هذا الموسم. لا أستطيع الانتظار حتى يبدأ الموسم الجديد وأتمكن من رؤيتكم جميعا مرة أخرى. أتمنى للجميع إجازة سعيدة، أراكم جميعا قريبا، أحبكم كثيرا. كانت رسائلكم لطيفة جدا وتشعرني بالفخر حقا. إلى الفريق بأكمله، الصحة في يدكم، شكرا لكم. كما أيضا أصدقائي، الممثلة بهار شاهين تحدثت عن مسلسل شراب التوت البري، حيث أحد الصحفيين سألها وقال لها: هل تجدين الوقت لمتابعة المسلسل التلفزيونية؟ فأجابته وقالت له: نعم، أتابع مسلسل شراب التوت البري، لقد أنهوا الموسم بشكل جميل جدا، جميع الممثلين رائعين ومثلوا بشكل جميل، تابعت الحلقة وأنتظر الموسم القادم بفارغ الصبر. كما أيضا أصدقائي، ظهرت سيلة ترك أوغلو وهي تغني وترقص في حفل غنائي للنجمة يلديز في ملعب بيسكتاش في إسطنبول، وكانت رفقة سينار ديمير المؤسس المشارك في مو إسطنبول ومع مؤسس شركة ديكور يعني منازل بابي ستوديو يعني باريش أوزديمير. المهم أصدقائي، إلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو، وهذه كل الأخبار، كانت أخبار قليلة جدا. المهم، فرجة ممتعة، وإلى اللقاء، وموعدنا دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.